أي نوع بشر أنت؟ أي قلب عندك؟ فيك تشتري كل شيء بالوسائط، فيك تشتري وتبيع الناس مثل ما أنت بدك، بس أنا كرامتي ما بتهون علي، عم تسمع؟ ولك عم بلعن كل دقيقة عم عيشها من وراك. لا يا ابني لا، ما أنت حياتي كلها. بس بقى حكي فاضي. اسمع، من بكرة بتنزل على الشركة، ومن بكرة بتحل اللعبة الوسخة كلها اللي فوتت فيها أنا وسيا المعترة يلي ما خصها بالموضوع. وقال له والله العظيم لا على البيت برجع ولا على الشركة، عم تفهم؟ لكن ابن يلي عن أمك كلب، أنا حق علي خليتك تعرف قد قيمتك عندي، بس كان لازم ربيك مثل الكلاب تلحق الليرة وتعرف قيمتي مزبوط. لك يا اياد، اي حركة بتعملها هيك ولا هيك رح بيعك مثلك مثل غيرك. شو فهمت؟